أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: زين للناس حب الشهوات، إلى آخر الآية الكريمة. كل إنسان الله سبحانه وتعالى أودع فيه طاقتين قوتين، غالبا هاتان القوتان متعارضتان، كل واحدة تشجع على ضد الآخر أو على نقيض الآخر الأخرى. إحدى القوتين القناعات، والقوة الأخرى مشتهيات النفس اللي القرآن الكريم يعبر عنها بالشهوات. القناعات أساسها العقل، فالقرآن الكريم مكررا يذكر الإنسان بعقله وباتباع عقله. اتباع العقل، اتباع القناعات، يجعل الإنسان سعيدا في الدنيا والآخرة، واتباع الشهوات يجعل الإنسان غالبا شقيا في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم في مطلع هذه الآية الكريمة يذكر الإنسان بهذه الحقيقة: زين للناس حب الشهوات، ما تشتهي نفس الإنسان، حب هذه الشهوات، هذا زين للإنسان، زين للناس. مثلا كمثال من الأمثلة الكثيرة، الشخص الذي مبتلى بمرض السكر والعياذ بالله، ديابيت، هذا يضره الشيء القليل من السكر، من الحلاوة، من كل شيء حلو، حتى القليل منه يضره بنسبة، فكيف إذا كان كثيرا؟ فإذا شخصان كل واحد منهما مبتلى بهذا المرض وجلس على مائدة، وأمام كل واحد منهما صحن من الحلوى اللذيذة، هنا القناعة لكلا الشخصين تؤكد عليه أن لا يأكل من هذه الحلوى لأنها تضر به، وإذا كان كثيرا
يكون الضرر ضررا بالغا شديدا يؤدي به إلى الموت. ولكن يشتهي النفس، تشتهي أن يأكل هذه الحلوى. حب الشهوة تشجعه على أكل هذه الحلوى اللذيذة. العقل يحرضه على ترك هذه الحلوى. فإذا هذان الشخصان أحدهما ترك صحن الحلوى وأكل ما لا يضره، هذا يعيش بسلامة، يأتي الليل ينام بسلامة، يقوم غدا بسلامة، يمارس أعماله. أما الشخص الثاني الذي يحب الشهوة، ما يشتهي، ما تشتهي نفسه، هذا ذهب وراء ما يحب، وراء ما تشتهيه نفسه، وأكل كل الصحن، كل الصحن، صحن هذه الحلوى اللذيذة. يلتذ خلال لحظات، خلال دقائق، عندما تمر هذه الحلوى عبر فمه. ولكن بعد ذلك اللذة تنتهي، وربما ينام الليل ويقفز على صعوده السكر عنده، وربما يؤدي به إلى الموت، وكثيرا ما يكون هكذا. لأجل صحن حلوى يموت، يسوى هذا؟ أكيد لا. القناعة تقول لا، والشهوة تقول نعم. وهذا بالنسبة للأكل، ورد في الأحاديث الشريفة أن أكثر الأمراض من التخمة، تخمة الأكل أكثر من حاجة البدن، أكثر من احتواء المعدة، يتمرض ثم يؤدي به إلى الموت. هذا بالنسبة للأكل. بالنسبة لكل الشهوات هكذا، القرآن الكريم في نفس الآية الكريمة اللي تلوت مطلعها يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء، هذه شهوة، شهوة الجنس، والبنين شهوة الشخصية. الإنسان الذي له بنين متعددة هذا يحس بشخصية، هذا نوع من الشهوة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، المال، الذهب والفضة كلما كان أكثر الإنسان يستطيع أن يتلذذ بالحياة أكثر. زين للناس ذن، والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، حرث، مزارع، بساتين. هذا قسم من الشهوات. الإنسان الذي يسير خلف شهوته، أي شهوة كانت، ويترك قناعته، قناعاته، يترك العمل بعقله، بأمر عقله، الاهتداء والاستفادة من نور العقل،
هذا يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. أخوان في التاريخ في زمن الإمامين الجواد والهادي عليهما الصلاة والسلام، محمد بن فرج الرخجي أو الرخجي، وعمر بن فرج الرخجي أو الرخجي. أحدهما اتبع عقله وترك السير وراء شهواته وهو محمد، صار قمة في العلم، قمة في التقوى، قمة في الأخلاق، من ثقات أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي عليهم الصلاة والسلام. وفقهاؤنا رضوان الله عليهم منذ أكثر من 1000 سنة يستفيدون، يعملون بما ينقله محمد هذا عن الإمامين الجواد والهادي عليهم الصلاة والسلام، وإلى الآن يذكر هذا محمد ابن الفرج، يذكر بالخير، يذكر بالترحم عليه. وعلمه ما نقله من العلم عن الإمامين عليهم الصلاة والسلام يستفاد منه في مجال أصول العقائد، في مجال الأخلاق، في مجال الأحكام الشرعية، والدال على الخير كفاعله، فهو شريك بالنسبة مع المصلين في صلواتهم، مع الصائمين في صيامهم، مع الذين يحجون في حجه، مع الذين يصنعون الفضائل يتركون الرذائل، هو بالنسبة شريك معهم. وأما أخوه الآخر اتبع شهواته، سار وراء شهواته وذهب خلف الملذات في بيوت بني العباس، وجمع أموالا كثيرة، وجمع عقارات، وجمع بساتين، مزارع، ولكن بالتالي شقي في دنياه، إذ المتوكل العباسي سجنه وعذبه في السجن وقتله تحت التعذيب، وآخرته وويله لما صنع في الدنيا. بالنسبة ما يكون اتباع الإنسان للقناعات، كل إنسان بمقداره الله سبحانه وتعالى خلق له نور العقل، بتلك النسبة إذا استفاد من نور العقل، إذا استفاد من القناعات، يكون بتلك النسبة سعيدا في الدنيا والآخرة. وإذا سار وراء شهواته بمقدار ما يسير وراء شهواته، الشهوات المحرمة أو المكروهة، حتى الأكل بمقدار التخمة مكروه، أما قد يؤدي بالإنسان إلى الموت إذا لم يعلم أنه يؤدي به إلى الموت مكروه، يعني المقدار الذي يؤدي به إلى الموت قريبا هذا حرام، ولا تقتلوا أنفسكم، أما بالمقدار الذي لا يؤدي وإن كان لأجل أنه لم يعلم وكان قاصرا في جهله لا مقصرا هذا مكروه. شهوة الغضب نفسها هكذا،
الإنسان عندما يغضب هذا النوع من الشهوة، يشتهي، يريد أن عندما غضب أن ينفذ ما غضب له، فقد يؤدي به إلى الموت، يقتل شخص ثم يقتص منه فيقتل. أو شهوة الظهور، الشجاعة إذا كان صارت إفراطا يكون تهورا، التهور قد يؤدي بالإنسان إلى انتهاء حياته لشيء طفيف. المهم أن الإنسان يلقن نفسه هذه الحقيقة الموجودة فيه، في كل إنسان على نسب مختلف، وهي القناعات والشهوات، ويصمم عند تعارض القناعات والشهوات أن يرجح عملا جانب القناعات ويترك العمل بجانب الشهوات. هذا الإنسان بهذه النسبة يكون سعيدا، بهذه النسبة يعيش في الدنيا لما خلق له، لما خلقه الله تعالى له لأجله. بالنسبة إلى جميع المجالات، القناعات والشهوات، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في مجال علم النفس، في مجال الصحة وصحة البدن، في مجال الاستفادة من مختلف شؤون الحياة، الإفراط والتفريط عادة وغالبا هذه شهوات، والوسط بين الإفراط والتفريط الذي يعبر علماء الأخلاق عنه كل فضيلة وسط بين رذيلتين، غالبا هالشكل. هذا القناعات. الإنسان إذا عزم مع عائلته أن يمشي بقناعاته لا بشهواته، مع أرحامه يمشي بقناعاته، إذا الشخص كان حاكما يسير مع من يحكمهم، مع شعبه يسير بقناعاته لا بشهواته، رئيس العشيرة، الأم مع أولادها، الأولاد مع والديهم، الجيران بعضهم مع بعض، هذا الذي يسير بقناعاته عند تعارضها مع الشهوات، وغالبا متعارضة على الإصطلاح العلمي، إما تعارض ضدين لا ثالث لهما أو تعارض متناقضين بوجودين أو وجودا وعدم. القرآن الكريم يقول زين للناس، يعني هذا مزين. من الذي زين؟ الشيطان من الخارج، والنفس الأمارة بالسوء من الداخل، ولكن نور العقل موجود في الإنسان. إذا الإنسان ترك نور العقل ووقع في الشهوات التي زينت له، هذا لا سعادة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل الظالمين في التاريخ، كل الذين يصنعون ما يندمون بعد ذلك، في الأحاديث الشريفة أكو الغضب، ما هذا المضمون؟ نوع من الجنون، لأن صاحبه يندم، فإذا لم يندم فجنونه مستحكم. لا يسمى بالإصطلاح جنونا، أما واقعا جنون. لا الغضب، الغضب هناك
مراتب من الغضب قد تكون واجبة، الغضب لله، الغضب للفضيلة، الغضب للخير بحده بحدوده التي هي من القناعات. أما غير ذلك وغالبا الغضب يؤدي بالإنسان إلى شقاء الدنيا والآخرة. بحاجة إلى عزم، كل فضيلة بحاجة إلى عزم حتى الإنسان يوفق أكثر. لا يكفي وجود نور العقل، العزم على الاهتداء بنور العقل، العزم على السير وراء نور العقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في تعارض القناعات والشهوات إلى اتباع القناعات وترك الشهوات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.